ريكاردو سواريز المدير الفني المحتمل للنادي الاهلي، سمعت عنه النهارده؟ قريت عنه؟ شفت عنه حاجه؟ يعني زي بقيه الناس يعني ان في مدرب جديد للاهلي وارد يكون برتغالي. برتغالي صغير في السن 47 سنه. التجربه البرتغاليه طاغيه على النادي الاهلي. ايوه. وعاده او غالبا بتنجح، عشان مش هقول عاده عشان بعض الاسماء يعني التجربه طاغيه دايما على النادي الاهلي. كنت بقول واضح انها بتوصيات. يعني يعني في حد صاحب خبره كبيره ملهم اعتقد يعني للنادي واداره النادي ان التجارب ان المكان ده بيصنع نجوميه مع النادي الاهلي، والتجارب البرتغاليه دايما بتنجح مع النادي الاهلي. يعني اللي هي بعد بيتسو موسيماني هيتعب شويه، هيبقى تحت ضغط. اي مدرب بيمرن النادي الاهلي هيتعب طبعا، هيتعب. هو عاده اي مدرب بيدرب النادي الاهلي اكيد بيتعب طبعا. بس اصل بيتسو موسيماني برضه حقق عدد كبير من النجاحات في فتره قليله. هو هيتعب ومش هيتعب. هيتعب. النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني حقق بطولات كتير. صح. ولكن كان ينتظر الشكل والفريق الممتع. صحيح. فانت بتجيب يعني بتجيب مدرب عنده يعني معادلتين عاوز يحققهم، عاوز يحقق بطولات. صحيح. عشان ارضاء للقاعده الجماهيريه الكبيره وغرور وكبرياء النادي الاهلي، وفي نفس الوقت صناعه شكل وصياغه للنادي الاهلي الجديد بشكله الجديد اللي مفتقدينه بقالنا سنتين مع بيتسو موسيماني. بتحقق بطولات ولكن فاقد الشكل الجميل للنادي الاهلي. صح. والرغبه اللي بتحقق الفوز. النادي الاهلي كان بيكسب ولكن دون رغبه الفوز. صحيح. فانت المدرب جاي واكيد ذاكر وعارف المطلوب منه بشكل، لو حقق يعني يمكن فايلر لما مر النادي الاهلي الناس كلها بتتكلم عليه بشكل كويس مع انه ما حققش حاجه مع النادي الاهلي. فجه في توقيت ما حقق، بس عشان لعب كوره تبدو ممتعه او الى حد ما لعب كوره الناس حبت طريقته في اداره المباريات وشكل الفريق معاه. صحيح. فالمدرب الجاي لو قدر يعمل ده ويكسب قلوب الاهلاويه دي الخطوه الاولى. صح. النادي الاهلي اي مدرب بيحقق مع بطولات وبيحقق مع مراكز كويسه وبيقدر يروح دايما على منصات التتويج لو اتعامل شويه بذكاء مع المنظومه ومع الاعلام ومع واداره المدرب. النادي الاهلي ليس كوتش داخل الملعب ولكن هو كوتش في اداره منظومه النادي الاهلي، وده مهم جدا جدا. واعتقد المدرب اللي هيجي يعني لو عمل ده هينجح بشكل كبير، يعني هيعمل ده بشكل كبير. هينجح بشكل كبير يعني. طيب